وعدتنا شركة استخراج الفحم الحجري بالوظائف والتنمية وباقتصاد مزدهر. نال بعضنا الوظائف، لكن الحياة أصبحت أصعب، وبتنا غير قادرين على التحكم بجدول حياتنا اليومي. لم يمض وقت طويل حتى مرض طفلنا دون أن تظهر عليه أي علامة من علامات التعافي. لم نكن الوحيدين الذين أصابهم المرض، لذا كان علي الوصول إلى حقيقة الأمر. كان ما اكتشفته قصة معقدة يتورط فيها ممثلون منتخبون ورجال أعمال يتعاونون معا ويعدلون أي قانون يعترض طريقه. أدركت أن المشكلة أكبر مني، وأنه علي الانضمام إلى أشخاص آخرين لإسماع أصواتي. لقد سمعوني وحاولوا إسكاتي. بدأ الأمر ميؤوسا مني. ظن الأطباء والسياسيون والشرطة جميعهم أن الشركة كانت تحاول تقديم العون وحسب. استعدت حريتي بفضل شبكة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأصبح صوتي أعلى الآن، لأن هذه المشكلة أكبر من مجتمعنا المحلي، إذ لا تتعلق المسألة باستيلاء شركة استخراج الفحم الحجري على مجتمعنا وعلى صحتنا وعلى أرواحنا وحسب. هكذا تسير الأمور لتحقيق مآربهم. بدأ الأشخاص الذين يفترض أنهم يمثلوننا التحدث لصالح الشركات، وحاولوا إقناعنا بأن نثق بها، غير أن ثمة أمر واضح: أرباح الشركات أثمن من أرواحنا. إذن كيف نناضل من أجل الناس وليس لتحقيق الأرباح على حسابه؟ لقد بدأ مجتمع حقوق الإنسان في استخدام عبارة هيمنة الشركات للإشارة إلى الاتجاه المتمثل في سيطرة الشركات على مؤسساتنا الديمقراطية. تحدث هيمنة الشركات عندما تستغل الشركات حكوماتنا المحلية لتحقيق مصالحها الخاصة. تحدث عندما يفضل السياسيون الشركات المانحة التي مولت حملاتهم الانتخابية على الناس الذين انتخبوهم ممثلين عنهم. تحدث عندما ينتقل المسؤولون المنتخبون للعمل لدى الشركات التي كانوا يضعون القواعد لتنظيمها، وعندما يعين موظفو الشركات في مناصب عامة. ولما كانت الشركات تدرك القوة التي يملكها المجتمع، فإنها تستثمر مواردها لإقناعنا بأنها شركات تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية. وهذا يشبه إلى حد كبير ما حدث معنا هنا، فقد فتحت شركة استخراج الفحم مستشفى مجتمعي وتبرعت بالأدوية لصرف انتباهنا عن دورها في التسبب في أمراضنا. هيمنة الشركات هي كل هذه الأمور، لذا علينا أن نعمل معا في كشف هيمنة الشركات ومطالبة حكوماتنا بأداء وظائفها وحماية حقوقنا. هل تعتقد أنك شاهدت هيمنة الشركات في مجتمعك؟ شاركنا قصتك بالإجابة على هذا الاستبيان القصير.